بوركينا فاسو. أيوة ما شاء الله. في بلدة تسمى أو قرية تسمى، هي قرية لكن كبيرة الآن، نعم. تسمى هندي. هندي هندي قريبة من العاصمة لا هو واغدوغو. أي وغدوغو، واغدوغو بعيدة عن العاصمة قليلا لكنها قريبة من العاصمة الثانية، للمدينة الثانية، بوبوغلاس. بوبو جولاسو، نعم قريبة بوبوغلاس. بينها يقولوا وبين بوبو بوبو هم. بوبو. اي بوبو بوبو جولاسو بوبو. يسمونه كذا. اي نعم زرتها انا يا شيخ. زرتها اي نعم. من كم سنة؟ يمكن قبل 3 سنوات تقريبا. قريب. اي نعم تذكر لك. الطلبة سبحان الله يا شيخ، انا لم ارى في افريقيا كاملة، في افريقيا طبعا السوداء، مثل بوركينا فاسو والله يا شيخ. هل انت زرت بقية البلاد نعم السوداء؟ نعم. ايوه نعم. فيهم حرص وفيهم حفظ ما شاء الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. والوالد الوالد نعم من بوركينا اصلا، نعم من قرية تسمى ينديري هكذا باللغة الاسم. ايوه ينديري. ينديري. نعم. لكن الوالدة من مالي. من مالي. من بلدة تسمى سيبو. سيبو؟ سيغو بالقاف. سيغو. نعم. سيغو. نعم. إذا فهكذا. ما شاء الله. الحمد لله. والدي أصلا بوركينابي. ما شاء الله. وهذه أصلها مالية. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب. رأيت. المقطع الثالث. تمام. نعم. نبدأ.